قام أعضاء مؤسسة حياة كريمة بتوزيع كراتين مواد غذائية على أهالي حي الجمرك بالإسكندرية. تهدف الفعاليات إلى توزيع مواد غذائية وهي عبارة عن 3000 كرتونة على أهالي حي الجمرك المستحقين، ويتم التوزيع بعد استيفاء بحث حالة وتحديد المستحقين. بدأنا النهاردة الحمد لله في توزيع للسادة المستفيدين في نطاق الحي جمرج ومنشية ولبان. ده نطاق الحي بتاعنا 3 أقسام جمرج ومنشية ولبان، وبدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى التوزيع على السادة المستفيدين، وفي إقبال شديد من الناس. وطبعا يعني احنا كان في سيستم معمول جديد السنة دي، ان المستفاد من حي الجمرج ما ينفعش ان هو يروح ياخد من مكان تاني، فالسيستم ده فادنا في حاجات كتير، ان احنا نقدر نوصل لأكبر عدد من السادة المستفيدين وبتاع في حي الجمرك.